يعني لابد احنا نستفتح بهذا الخبر. الكل يعرف طبعا الجهودات اللي بتقوم فيها الحكومة الرشيدة لمواجهة فيروس كورونا، وكما نجحنا سابقا بحملة كلنا مسؤول، اليوم الصحة تطلق حملة نتعاون وما نتهاون، واللي جات بعد المؤتمر الصحفي المشترك ما بين وزارة الصحة والداخلية، واللي كشف عنه أنه بنسبة 80% يعني هناك ارتفاع ارتفاع بالإصابة طبعا بكورونا الجديد. فعلا أكيد طبعا، وفعلا نعين ونتعاون. المملكة تعتبر الرائدة في العالم كامل أنه هي الرائدة في فيروس كورونا، في تحدي فيروس كورونا، لكن دورنا كمجتمع كمواطن كمقيم نحن نتعاون ما نتهاون. وفقا من توجيهات من محافظ جدة، جزئي للوجهات، فتح جزئي للوجهات البحرية وفق 3 ضوابط أوضحتها الأمانة، بأن تتضمن السماح بدخول المركبات المرور فقط بدون توقف، إلى جانب منع الجلوس والافتراش والانتظار، والسماح بممارسة الرياضة المشي سواء كانت أو الدراجة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. هنا قد إيش بنشوف أنه المملكة، أو خلينا نقول يعني بالأخص محافظة جدة، أنه هي مهتمة بممارسة الرياضة، وقد إيش أنه هي بتغير النفسية أيضا. واليوم كمان قرأت خبر بخصوص هذا الموضوع، شذا أحد المسؤولين عبر أنه خلال 10 أيام هذه حتتبين أو تتوضح صور كثيرة، يعني من خلال تعاون الناس وتحملهم للمسؤولية هذه. سمعت قبل كده برنامج اسمه سيريس أونلاين؟ لا صراحة أول مرة أسمع فيه. طيب اسمعي هذا الخبر يا شذا. نتفليكس ابتكرت الحل مع ميزة جديدة تستهدف للأشخاص اللي بيناموا أثناء المشاهدة لمستخدمي هواتف أندرويد، إذ تتيح مؤقت المشاهدة واتش تايمر، التحكم في أوقات المشاهدة وإيقافها تلقائيا من خلال الاختيار بين 4 إعدادات للمؤقت بهدف توفير استهلاك البطارية والبيانات. عملتيها قبل كذا؟ أنا لسه أمس نايمة وأنا بتفرج أفلام فيعني هذا من أكثر الأشياء الممتازة، يدخل علي أهلي بس يطفي التلفزيون. أنا من الناس اللي أحب أنام وأنا بتفرج مثلا مسلسلات أو أتفرج مسلسل فريندز كذا شيء يعني، بالنسبة لي هذا الإعداد ممتاز يعني. جاتك على طبق من ذهب. جاتني على طبق من ذهب. مين فينا ما يفتح سيريز أونلاين ويقعد يتابع ويتفرج، خصوصا الأفلام بالذات. خلينا نستكفي أخبارنا كمان، وخبرنا الجاي حيكون خبر خيري لمرضى السكري مع تطوير فريق العلماء الأمريكيين. حبة أنسولين تغني عن استخدام الحقن اللازمة لعلاج مرضى السكري من النوع الأول، سيستفيد منها نحو 40 مليون مصاب بالمرض حول العالم بتقديمها جرعة ملائمة لكل لحالة.